دعونا نحل المزيد من الأمثلة على معادلة الغاز المثالي لنتمكن من فهم هذا الموضوع بشكل جيد. أعرف أني عكرت مزاجكم بها، ولكن سأحل في هذا الفيديو بعض الأمثلة من نوع مختلف. إذا كان لدينا 98 مللتر من غاز مجهول، 98 مللتر من غاز مجهول، وكان وزنه، أو آسف، كتلته تساوي 81 في الألف غرام. ليس صحيحا القول أن الوزن 81 في الألف غرام، هذه الكتلة، الوزن يجب أن يكون في النيوتن إذا تعاملنا مع النظام المتري عند ضغط ودرجة حرارة قياسية. احسب الكتلة، أو احسبوا الكتلة المولية للغاز، مولار ماس أو ماس بير مول. إذا مولار ماس أو ماس بير مول. الآن يمكن أن نبدأ في PV يساوي NRT. نعلم ما هي درجة الحرارة والضغط القياسيين. درجة الحرارة القياسية هي 273 درجة كلفن، الضغط القياسي هو 1 ضغط جوي، نعم، 1 أتموسفير. ومن ثم لدينا هنا 98 مللتر، طبعا، ومن هذا يمكن أن نحسب عدد المولات لدينا هنا، نعم، وسنقوم بهذا. لكن الطريقة الأخرى للتفكير في هذا، قلنا أن مول واحد من الغاز المثالي عند الضغط ودرجة الحرارة القياسيان، إن تذكرتم في الفيديو السابق، واحد مول من الغاز على الظروف المعيارية أو القياسية، 1 مول at standard temperature and pressure، ستملأ حجم 22.4 بالعشرة لتر. طبعا يمكن اشتقاقها كما فعلنا في الفيديو السابق، ولكن حفظها يجعلنا أسرع في حل هذه المسائل. يمكن اشتقاقها طبعا في حال كنا نعلم ما هي درجة الحرارة والضغط الموجودة. لنستخدم النسبة، إذا لدينا 1 مول يحتمل حجم مقداره 22.4 بالعشرة لتر، نعم، لنستخدم النسبة مقابل اكس مول حسب المعطيات الواردة في السؤال هنا. طبعا ولا تنسوا أن تقسموها على 1000، إذا أصبح لدينا 98 في الألف لتر. إذا أنشأنا المعادلة هذه، ويمكن إيجاد عدد المولات. إذا مول واحد يحتل 22.4 بالعشرة لتر، ومن ثم إكس كم تحتل، أو إكس كم هي؟ إذا يمكن القول 22 في الأربعة وأربعة بالعشرة، إكس تساوي 98 في الألف. سنقسم 98 في الألف على 22 وأربعة بالعشرة، إذا 98 في الألف تقسيم 22 وأربعة بالعشرة، نعم، 22 وأربعة بالعشرة تقسيم، الجواب هو 0.004375 مول. وقيل لنا أن هذه الكمية لديها كتلة 81 في الألف غرام، هذا في المعطيات في الأعلى هنا. إذا كم عدد الغرامات لدينا لكل مول؟ إذا نأخذ 81 في الألف غرام ونقسم على 0.004375 مول. إذا كم عدد الغرامات لدينا لكل مول؟ نستخدم الحاسبة أيضا. إذا لدينا 81 في الألف تقسيم 0.004375 يساوي 18.51، إذا يساوي 18.5 غرام لكل مول. حسن، إذا الآن هذا سؤال مهم. إذا أوجدنا الكتلة المولية للمادة المجهولة لدينا، أخذنا 98 مليلتر، وكان لدينا كتلة من 81 في الألف غرام عند درجة حرارة وضغط قياسيين. الكتلة المولية لها، أو الكتلة لكل مول، هي 18.5 غرام. هل تقدرون الآن على التخمين مع أي غاز نتعامل بما أننا عرفنا الكتلة المولية له؟ طبعا المحتمل أن يكون هذا غير دقيق، لكن على الأقل في رأسي الماء قد يكون مرشح جيدا. الماء هو H2O، ربما يجب استخدام الأزرق لأنه ماء وهو H2O، نعم. الكتلة لكل هيدروجين تساوي 1، تذكروا الهيدروجين على الأقل في شكله الأكثر قياسية لا يوجد لديه نيوترون، فقط لديه بروتون وإلكترون، إذا لديه كتلة ذرية 1، أو الكتلة المولية هي 1. والأكسجين لديه كتلة مولية تساوي 16، إذا لدينا 2.
زائد 16 وتساوي 18. إذا يبدو أن المادة الغامضة لدينا هي الماء، يكفي عبثا.